عنوان لمنظمة الصحة العالمية: من المشكلات الصحية الشائعة بين المهاجرين واللاجئين المشكلات القلبية. اليوم سنتناول عملية قلب مفتوح تهدف لاستبدال الشرايين التالفة. جراحة القلب تجرى لحل المشكلات التي لم تعد تستجيب للعلاجات الأخرى. جراحة القلب المفتوح تساعد على تحسين صحة القلب والوقاية من مشكلات القلب المستقبلية، وهي إجراء دقيق جدا ينطوي على فتح الصدر لإجراء عملية جراحية في عضلة القلب أو في صماماته أو في شرايينه. غالبا أثناء العملية يتوقف القلب أثناء توصيل المريض بآلة المجازة القلبية الرئوية التي تقوم بوظائف القلب والرئتين عن طريق نقل الأكسجين إلى الدم ونقل الدم إلى أنحاء الجسم والتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون. تجرى جراحة القلب المفتوح للتعامل مع مشكلات عدة أبرزها: فشل القلب وتراكم اللويحات التي تعيق تدفق الدم في الشريان التاجي، وأمراض صمامات القلب، واضطرابات الأوعية الدموية، واضطرابات نظم القلب. وتجرى العملية كذلك لإصلاح أو استبدال صمامات القلب وعلاج المناطق التالفة من القلب وغرس الأجهزة المساعدة للبطين وزراعة القلب. جراحة القلب تشمل ما يلي: جراحة صمامات القلب، وغالبا مع جراحة طعم مجازة الشرايين التاجية، أي تحويل مسار الشرايين التاجية لإصلاح صمامات القلب باي باس، بما في ذلك كل من الصمام الأورطي والمترالي وثلاثي الشرفات. تجرى جراحة طعم مجازة الشرايين التاجية لاستعادة تدفق الدم في الأوعية الدموية أو لتحسينه عن طريق استخدام شرايين المريض نفسه أو أوردته لتجاوز اللويحات الدهنية المتراكمة أو الانسدادات الموجودة في الشريان التاجي. تتضمن جراحة تمدد الأوعية الدموية في الأورطي الصدري استبدال القسم المريض أو المتمزق من الأورطي بطعم اصطناعي، ويجرى ذلك مع جراحة صمامات القلب أو جراحة طعم مجازة الشرايين التاجية. إجراء المتاهة للرجفان الأذيني للتعامل مع مشكلة نظم القلب. جراحة الشرايين السباتية لإزالة اللويحات من أحد الشرايين السباتية في العنق التي تحمل الدم إلى الدماغ. وأخيراً جراحة زراعة القلب لاستبدال القلب التالف بقلب من متبرع. دكتور وليد، شكرا كثير على وقتك، وشكرا كثير انك سمحت لنا نحضر العمليه معك. طبعا وعاشت الايادي، يعني بصراحه كان عمل رائع وانجاز تم بسرعه قياسيه. طيب دكتور، عموما ما هي امراض الشرايين التاجيه؟ امراض الشرايين هي اكثر شيء بنشوفه احنا، هي تصلبات بالشرايين، هي تضيقات او تسكيرات. المرضى بيجوا بيكون عندهم مشاكل طبيه ثانيه اغلبا، لكن المشكلة الرئيسية بيكون عندهم أوجاع بالصدر أو مرات جلطات قلبية، فبيجوا عشان يعملوا الفحوصات وتبين معنا مشاكل الشرايين. بس في أحيانا مرضى ما بيصير معهم هذه الأعراض، مثلا مرضى السكري لأنه ما عندهم الإحساس بالوجع، فهنا تكمن الخطورة يمكن أكثر، هاي الخطورة عليهم أكثر. وممكن يصير معهم أعراض تانية زي ضيقة نفس أو تعرق أو شغلات زي هيك. بس أهم أعراض من مرض الشرايين هو الألم بالصدر واللي بيطلع عادة على الإيد اليسرى. هلا لما يكون المريض عنده هاي الأعراض لازم يشوف دكتور، عادة بفضل يشوف دكتور قلب لأنه هو الأكثر أنسب إنه يسوي له الفحوصات اللازمة. التشخيص الأدق بالتالي. التشخيص الأدق هو بيبدأ بالفحوصات البسيطة كفحوصات دم عشان يشوفوا مستوى الكوليسترول بالدم، الفحوصات العامة، بعدين بصير الفحوصات اللي هي للقلب زي تخطيط القلب، فحص الجهد، فحص الإيكو يشوف كيف وضع القلب، وبعدين إذا في أي مشاكل إنه في فحوصات أكثر للشرايين اللي هي صورة طبقية المختصة لشرايين القلب أو القسطرة التشخيصية للقلب. دكتور، الأعراض هل تختلف بين الرجل والمرأة؟ عامة لا. هلا تحت يعني حوالي عمر 50 للمرأة قبل ما يصير عندها المينوبوز شرايين القلب أمراضها أقل،
لكن بعد المنوبوز بصير في تساوي، بصير في تساوي بين الرجل والمرأة. بس الأكثر شيوعا هو الرجل، لأنه بتوقع أنه يكون معهم مشاكل فبصير عندهم تشخيص أكثر. دكتور أيضا، ما هي عوامل الخطورة عموما؟ يعني إذا في قصة عائلية، الوراثة، ارتفاع الكوليسترول. أكثر شيء هو الوراثي، العامل الوراثي. شغلات ثانية المهمة هي التدخين، ارتفاع ضغط الدم، السكري، الستريس، الضغط بالشغل، وارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم. فبس أكثر شيء المهم اللي بدي أركز عليه هو التدخين، لأنه هاي واحدة من العوامل الإنسان بيقدر يتحكم فيها. للأسف كثير من المرضى بنعمل لهم تدخلات، يا من ناحية القسطرة أو الشبكات أو العمليات، بيرجعوا للتدخين بعد العلاج، وهذا طبعا مش كويس للمريض. يعني متى تلجؤون الى الجراحه؟ بيكون في نسبه معينه بالانسداد ام بيكون في انغلاق كامل؟ يعني متى تلجؤون الى الجراحه؟ لانه في قبل بيكون في علاجات وادويه وتحسين نمط الحياه. هلا طرق العلاج الثلاثه الموجوده لمرضى الشرايين القلب هي اول شيء الادويه، ثاني شيء التدخل بالقسطره العلاجيه من شغله الشبكات، وثالث شيء هي الجراحه. كله بيعتمد شو نسبة التضيق بالشرايين، وين مواقع التضيق بشرايين القلب. في مناطق بتكون مناسب انه تعمل قسطرة علاجية يعني حسب زرع مكان التضيق، زرع الشبكات حسب الامكنة وصعوبتها من ناحية العلاج من ناحية الشبكات. ففي معطيات متعارف عليها عالميا. عمر المريض فرضا يلعب دور؟ عمر المريض يعني طبعا اذا المريض مثلا كبير بالعمر وشغله بتتعالج بالشبكات طبعا احسن له يتعالج بالشبكات، لكن العمر لحاله مش انه مانع انه نعمل عمليه جراحيه، لكن بيعتمد على المريض وبيعتمد على كل الريسك فاكتورز، يعني شغلات بتعرض لخطوره اكثر للعمليه او لا. طيب دكتور، بطريقه ادق ربما، من هم المرضى الذين لا يستطيعون الخضوع لإجراء عمليات القلب المفتوح عموما؟ هلا في شغلات كثير الصراحة، أهم شيء إنه مثلا إذا ضعف عدد القلب شديد جدا المريض ما بيتحمل العملية. يعني أهم شيء من العملية إنه يكون نتائجها كويسة للمريض. إذا ضعف عدد القلب شديد، وإحنا بنحكي يعني يكون القلب في معطاء بنسميه الإجكشن فراكشن، هو نسبة ضخ القلب، إذا كانت تحت 20-15% العملية بتكون خطرة كثير. إذا المريض مثلا داخل كحالة طارئة وضغطه واطي وبحتاج تدخل جراحي، مرات التدخل الجراحي بيكون سلبي للمريض لأنه مش مناسب له. هلا إذا في مريض عنده أمراض ثانية، مثلا عنده إنفسيما اللي هو مرض الرئة، عنده لا سمح الله كانسر، عنده شغلات يعني مش مناسب انه تعملي العملية، طبعا ما بتعمليها. اذا المريض مش فت للعملية حرام. اذا اكيد تتم دراسة ملف المريض بالكامل. المريض لازم طبعا تقييمه كامل، مش بس انه عنده شرايين، لازم كل المريض يتقيم. في فرق ايضا بس باختصار شديد بين الذبحة الصدرية والجلطة القلبية. الذبحة الصدرية هي العوارض التضيق الشرايين اللي هي بتيجي عادة دقائق بسيطة، وبعدين الإنسان إذا كان يمشي بوقف بتروح الوجع. الجلطة هي بيكون انسداد كامل للشريان، ووقتها فيش دم بوصل للجزء من القلب اللي الشريان بوصله الدم، تموت العقدة لهي المنطقة. هاي خطرة الوضع، بيكون لازم إنه يشوف دكتور طوالي عشان العلاج، والعلاج يعني يكون بأسرع وقت.